الكراتير ده لو فيه سدد او فيه كتمان خلي العربيه تسخن وخليها تضرب جنب السبيكر. لو كاوتشه من الكاوتشات بتاعه الموتور العلويه او السفليه ضربت تخلي الموتور يسخن. في ترموستات، الترموستات ده لو قفل في وقت مش وقته يخلي العربيه برضه تسخن. في طبعا مراوح تشتغل على فوزات، الفوز بتاع المراوح او الفيشه بتاعت المروحه لو قطعت تخلي العربيه برضه تسخن. ده الشكمان. الشكمان دوت لما بينسد ولا بيحصل فيه اي خلل بيخنق العربيه في السحب ما بيخليهاش تسحب زياده عن اللزوم، يخليها تسخن.